Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ana musamma Hıdır İbn Bekir İbn Hasan İbn Hacı Abdurrahman el-Musamma Hırbetül Hacı el-Hacı Hacı Abdurrahman Mevlud 16.6.1938 doğumlu. Min aile kebire. Hırbetül Hacı ma'na mensubin ila Hacı Abdurrahman aile kebire mutedeyyine. أبوي توفى وأنا ابن خمسة أو ستة ابن خمس سنين ونصف وأمي ربتني أحسن التربية نوري بنت ملا سعيد لكن على حياة فقر والحمد لله بتوصية من بعض العلماء وجهتنا لتدريس العلم العربي والله سبحانه وتعالى وفقنا للقراءة أولا على ملا عبد المجيد مفتي أغلو قرأنا القرآن والغاية وسفينة الصلاة فخربة الحج ثم صار حادثة ذهب إلى أستال فجاء مكانه سيدة ملا عبد الوهاب المشهور ملا عبد الوهاب أصلا بطمان قرية كهكة عالم كبير درسنا عنده 4 سنين ثم علم عربي من أول الكتب العربية علم عربي إن عادة المشهور درسنا من العزي والعوامل والظروف والتركيب وشرح مغني إلى الكتاب المسمى بالسيوطي ثم ذهبنا الحمد لله لعند بيت الشيخ أحمد الخزنوي في حياة الشيخ محمد معصوم مقدس العزيز فالشيخ محمد معصوم قدس سره العزيز بعثنا لعند ملا الشيخ موس كرشاف بقينا مقدار ثم رجعنا إلى تركيا ذهبنا لطناط لعند ملا محمد أمين الحيدري ثم رجعنا إلى البيت ثم رجعنا أيضا لسوريا لعند بيت الشيخ حمد الخزنوي قدس سره العزيز ثم رجعنا أيضا للقرية وذهبنا لعند السيدة الملا محمد العربكند العالم الكبير المشهور درسنا عنده قول أحمد والكتب العادية العادة المقروءة إلى الحاشي ثم رجعنا هكذا والحمد لله رب العالمين تشرفنا بتعليمات توجيهات بيت الشيخ أحمد الخزنوي قدس سره العزيز استمعنا بالشيخ علاء الدين قدس سره العزيز بعد وفاته بقينا تحضر الشيخ عز الدين الخزنوي ثم أمرنا صرنا إمام في قرية بعد تفي منده قبل الزواج بعد الزواج لا بعد الزواج بقليل الزواج هنا سنين عسكري ايه ها هيك فاذا فحياة الشيخ علاء الدين قدس سره العزيز
ذهبنا إلى الجيش العسكري، ثم رجعنا فجلس سنة الله طلبا من عمي وصديقي محبي حج عبد الكريم هذا القسمة، فزوجنا. بعد جرت في حياتنا حادثة، ذهبت إلى بيروت بإذن من الشيخ علاء الدين الخزنوي لدفع ما انفرض علينا من حقوق العباد، ثم رجعنا أيضا فذهبنا إلى قرية المنداة. بعد سنتين رجعنا أيضا، ابتدأت بالقراءة كتاب الريش، ثم رحنا زيارة مع العائلة. أحمد كان صغير كم شهر؟ مو كم شهر كان؟ ما وصلت لونك بعد؟ بلي وصلت لونك، كنت ابن 10 أشهر. ذهبنا لبيروت معك. بيروت؟ إيه. ثم رجعنا. الشيخ علاء الدين قدس الله العزيز شوقنا إلى قرية نقول إذا أمكن، ذهبنا إلى قسطلوني. فبيروت أشقى بقيت؟ فبيروت بقينا سنة ونص بعد الزواج، سنة ونص يعني تقريبا 18 شهر بقيت أنا. لكن زيارتنا أنا وأمك ودينا، أخذنا أحمد معنا لبيروت، بقينا شيء 20 يوم أو أقل أو أكثر. فبعد الرجوع ذهبنا لقرية قسطلوني، بقينا 5 سنين وشوي. والثورة؟ بعد ما وصلنا للثورة. الأول الثورة. صدقت؟ إيه نعم. بعد العسكرية ذهبت للقراءة، على عرب كندي. من عرب كندي بقينا الشيخ سيد ملا محمد عرب كندي شوقنا للإمامة في شكيرة، بقينا سنة شوي شوي. ثم جينا لحلاني بقينا قريب سنتين. من حلاني جينا للصور. الحلاني جينا للصور. في الصور بقينا مقدار سنة وشي كسور، سنتين سنة. عمرك اشقد كان الصور؟ عمري دوغم احمد اشقد كان؟ الصور يتمشؤج. أرق؟ 35 40 إيه هكذا كان. إيه نعم. من 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 الصور ذهبنا وديناك معنا ورحنا لبيروت، من بيروت معك رجعنا ورأسا رحنا القسطلوني. إيه رأسا القسطلوني رحنا لبيروت؟ لا الصور كنا رحنا لبيروت. الصور إيه. لبيروت؟ إيه. من قسطلوني أنا المرزقة كان إيش في بالي قسطلوني؟ نعم. عمري كان 5 سنين. طبعا كان في 4 سنين جت كبرت. تمام. لا جيتوا للمرزقة بعد سنة 2 شهر للمكتب. إيه نعم. 6 سنين وبعدها. والله قسطلوني رحنا لبيت. أبد دوري أنا من الثور رحتوا لبيروت، من بيروت رحتوا للحج، من الحج راجعتوا رحنا القسطلوني. ومن القسطلوني تبلم أولارك أنا وأمك، أنت وأمك من القسطلوني رحنا لبيروت. القسطلوني؟ إيه. إيه. إيه نعم. ثم رجعنا بعد 4 سنين أو 5 سنين في قسطلوني. دخلت في الرسميات، رحنا لجزال ايه جزال اغاتش مرزكه جزال اغاتش
بعد كم سنة كم؟ سنة أربع سنين بقينا ونقلنا إلى قوصان. قوصان بقينا 11 سنة. بعد 11 سنة جينا ل 11 سنة قوصان. لا 11 سنة. 11 سنة بقينا. 10 هيك شيء. بأمر من الشيخ أو بتشويق وترغيب من الشيخ عز الدين جينا لإسكندرون. وإلى اليوم نحن في إسكندرون. الحمد لله والصلاة على رسول الله. بعد ما جينا لإسكندرون لخزنوي جامي خدمنا لله 10 سنين. بعد 10 صرت أمكلي. أحمد وفقه الله جال ثاري الآن في دوام ونحن في خير. نشكر الله ونحمده على ما نحن فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.